في الحقيقة هذه أول مرة تيرودان تشهد هذه المسيرة بهذا الحشد وبهذا الزخم. اليوم جميع الأساتذة نساء ورجال تعليم يجتمعون اليوم ليس من أجل مطالبة بمطالب فئوية، ليس من أجل مطالبة بترقية أو حركة انتقالية أو غير ذلك، بل من أجل رد كرامة للأستاذ ورد الاعتبار للمدرسة العمومية. هذا الحشد الذي ترونه غير مسبوق في مدينة تيرودان وربما في المغرب كله. جميع الأساتذة كبار وصغار وجدد وقدامى يجتمعون اليوم ليقدموا رسالة واحدة، أن الأستاذ لا يجب المس من كرامته، أن الأستاذ ليس صورا قصيرا يمكن تجاوزه. المدرسة لها كرامتها والاعتبارها، والأستاذ هو الأساس في هذه المدرسة. أستاذ تعليم على الأب مثالي، الأب في الدار، الأستاذ في المدرسة. هذا ماشي ظلم، هذا ماشي حكم. تطلبوا بحق هذا السيد درويش، لا في التعليم وعمره ما منك تمشى في الشمس في البرد وتقري مزيان تلاميذ، ما عمره ما دار مع شي انسان. وبغينا الحق ديال هذا السيد، هادشي اللي تطالبوا به، بغينا الحق ديال هذا السيد. هذا الحضور الجباهري الكثيف للأسرة التعليمية بالإقليم ومن خارج الإقليم هو دليل على أن أخ بوجبع مدحيم هو بريء. كان لنا أمل كبير على أساس أنه يتم إنصافه من خلال أطوار المحاكمة ابتدائيا، لكن الحكم كان قاسيا من وجهة نظرنا، ونتمنى أن خلال محكمة الاستئناف يتم تصحيح المسار وينال الأخ بوجبع بودحيم البراءة دياله. نحن في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منذ البداية كنا متأكدين من البراءة الأخ بوجبع بودحيم، ولهذا أصدرنا بيانا إقليميا ثم بيانا جهويا، وشاركنا في الوقفات الاحتجاجية اللي دعت لها الإطارات المنتظمين مع الأخ بوجبع بودحيم أمام المحكمة. نشكر هيئة الدفاع التي دافعت بقوة وكشفت الاختلالات التي يعرفها هذا الميرف، ونشكر الهيئات الإعلامية التي غطت هذه القضية بحيادية وبنزاهة وبمهنية. نقدر عدد الأساتذة الحاضرين بهذه الوقفة يفوق 5000 أستاذ، وحاضر الأساتذة من أقاليم الجهة، من تيزنيت، من شتوكا إتباها، من أيت من إزكان أيت ملول، لحضور هذه الوقفة إيمانا منهم بأن الأخ بوجبع بودحيم تعرض إلى ظلم كبير. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.